نرحب بكم في تسجيل جديد لدروس القطوع المخروطية. في التسجيلات السابقة انتهينا من القطع المكافئة بتمارينه الأنواع المختلفة، الثلاثة الأنواع. سنأخذ في هذا التسجيل القطع الناقص بحقها التفاصيل والتعريف والأشكال والنماذج. القطع المكافئة تعريفه هو مجموعة كل النقاط في المستوى، لاحظ مجموعة من النقاط في المستوى، مجموع بعديها عن نقطتين ثابتتين، مجموع بعديها أي نقطة، مجموع لها بعدين، بعد عن النقطة الأولى وبعد عن النقطة الثانية. لما نجمع البعدين هذولا يكون الناتج مقدار ثابت لجميع النقاط. كل نقطة على القطع ممكن احتساب بعدين عن نقطتين ثابتتين، النقطتين الثابتتين تسمى البؤرتين. لما نجمع البعدين هذولا يكون الناتج مقدار ثابت هو 2 ألف، الذي هو في الأصل طول المحور الأكبر للقطع. هنا هذا المحور الأكبر للقطع، هذا الطول يساوي مجموع البعدين. لاحظ الشكل الذي أمامك، النقاط هذه تختلف من مكان إلى آخر، كل ما انتقلنا من نقطة إلى أخرى كل ما انتقلنا لاحظ يزداد البعد الأول وينقص البعد الثاني، ولكن في الأول والأخير مجموع البعدين قيمة ثابتة في هذا الشكل. لاحظ أنه 10 وحدات مجموع البعدين، كل ما انتقلنا من نقطة يزداد بعد وينقص بعد، ولكن في الأول والأخير مجموع البعدين الناتج حقهم يساوي 10. من شكل القطع الناقص لاحظ المسميات اللي معنا والأشياء هذه. في البداية يوجد بؤرتين، النقطتين الثابتتين تسمى البؤرتين، قاف واحد وقاف اثنين، إحداثهم جيم وصفر وسالب جيم وصفر. أيضا القطع يقطع محور السينات في نقطتين، هذه النقطة الأولى وهذه النقطة الثانية، يقطع محور السينات في النقطة ألف وصفر وسالب ألف وصفر. النقطتين ألف وصفر وسالب ألف وصفر تسمى رأسي القطع، الرأسين، يعني يوجد للقطع رأسين، الرأس الأول ألف وصفر والرأس الثاني سالب ألف وصفر، وهما نقاط تقاطع القطع مع محور السينات. يتقاطع القطع مع محور الصادات في نقطتين، صفر وباء وصفر وسالب باء. لاحظ القطع يتقاطع مع محور السينات في النقطة ألف وصفر وسالب ألف وصفر، يتقاطع مع محور الصادات في النقطة صفر وباء وصفر وسالب باء. النقطتين جيم وصفر وسالب جيم وصفر تقع على محور السينات وهما البؤرتين. إذا ألف لها علاقة برأس القطع، جيم لها علاقة بالبؤرة، بالبؤرتين. طيب هذا القطع له دليلين، دليل مرافق للبؤرة الأولى ودليل مرافق للبؤرة الثانية. معادلة الدليل سين يساوي ألف على ياء، والألف المقصورة هذه سنتناولها بشيء من التفصيل في الشرائح القادمة. في هذا القطع لاحظ المعلومات له 9 صفات. التسع صفات هذه، أولا البؤرتين، ثانيا الرأسين، ثالثا نقاط التقاطع القطع مع محور الصادات، رابعا طول المحور الأكبر من هنا إلى هنا، كم طول المحور الأكبر، خامسا طول المحور الأصغر، سادسا البعد البؤري. طول المحور الأصغر، هذا المحور الأصغر يسمى المحور الأصغر، وهنا من هنا إلى هنا يسمى المحور الأكبر، وهذا يسمى المحور الأصغر. البعد البؤري المسافة ما بين البؤرتين، كم المسافة من البؤرة الأولى إلى البؤرة الثانية. سبعة محور القطع، يوجد حاجة في هذا القطع يسمى محور القطع، كما يوجد محور تناظر يختلف عن محور القطع، محاور التناظر أو محاور التماثل، سنبينها في توضيح صفات القطع. ثامنا مركز القطع، مركز القطع. وأخيرا رقم 9 الدليلان، 9 الدليلان، الدليلان المرافقان للبؤر. 9 صفات لكل القطع في هذا النموذج. الصفة الأولى البؤرتين، هنا جيم وصفر وسالب وجيم وصفر ممكن اجمعهم في احداثي واحد، سالب موجب جيم وصفر. الرأسين نقاط تقاطع القطع مع محور السينات،
سالب موجب ألف وصفر. لاحظ البؤرتين والرأسين يقعون على نفس المحور، فإذا كانت البؤرتين على محور السينات، الرأسين على محور السينات. طيب رقم ثلاثة اللي هو نقاط تقاطع القطع مع محور الصادات، صفر وباء وصفر وسالب باء، أقدر أجمعهم في إحداثي واحد، صفر وسالب موجب باء. طول المحور الأكبر من هنا إلى هنا كم المسافة؟ فإذا كان المسافة لاحظها من هنا إلى هنا ألف، ومن هنا إلى هنا ألف، الكل 2000، فطول المحور الأكبر دائما يساوي 2000. طول المحور الأصغر من هنا إلى هنا لاحظ هي صفر وباء، صفر وسالب باء، من هذا المكان إلى هذا المكان باء وحدة، ومن هذا المكان إلى هذا المكان باء وحدة، الكل 2 باء. البعد البؤري المسافة ما بين البؤرتين من هذا من المركز إلى البؤرة الأولى جيم، ومن المركز إلى البؤرة الثانية جيم، الكل 2 جيم. محور القطع، القطع متفلطح على محور السينات، إذا محور القطع هو محور السينات. وهنا يختلف، أنا ملاحظة على الطالب التركيز عليها، محور القطع يختلف عن محاور التناظر أو التماثل، فمحور القطع هو السينات لأنه متفلطة على محور السينات كما بينا، لكن محاور التماثل لاحظ أنه محور السينات محور تماثل، محور تناظر يقسم القطع إلى جزئين متناظرين أو متماثلين، كذلك محور الصادات هو محور تناظر أو محور تماثل، أيضا نقطة الأصل صفر وصفر محور تناظر أو تماثل، فالقطع متماثل حول محور السينات، حول محور الصادات، وحول نقطة الأصل. رقم 8 مركز القطع، واضح في الوضعية القياسية مركز القطع صفر وصفر. مركز القطع في الوضعية القياسية صفر وصفر. وأخيرا رقم 9 الدليلان، الأدلة المذكورة هنا في الشكل سين يساوي ألف على ياء. شوف لاحظ سين لأنه يقطع محور السينات في النموذج الأول يساوي سالب موجب، دليلين واحد بالموجب واحد بالسالب، ألف على الألف المكسورة هذه التي تعني التخالف المركزي للقطع، وهنا التخالف المركزي للقطع يعطى بالعلاقة، يعني علاقة هذا التخالف المركزي للقطع يعطى بالعلاقة جيم على ألف. جيم على ألف معناه يعني ايش التعريف حقه، ايش القطع، ايش التخالف المركزي؟ هو نسبة ما بين مسافتين، المسافة الأولى من المركز إلى البؤرة، والمسافة الثانية من المركز إلى الرأس، فكم النسبة ما بين المسافتين أو القطعتين، القطعة هذه إلى القطعة هذه، النسبة هذه تسمى التخالف المركزي للقطع. لاحظها هنا طالما والجيم أقل من ألف، في هذه الحالة سيكون التخالف هنا أقل من الواحد، وهذه سبب تسمية أو من أسباب تسمية القطع بالقطع الناقص، أقل من واحد، هو قطع تخالفه المركزي أقل من الواحد. التخالف المركزي مرة ثانية ألف مقصورة يسمى التخالف المركزي للقطع. أيضا القطع هذا له معادلة، المعادلة هذه شكلها أو نموذجها بهذه الصورة، سين تربيع على ألف تربيع على الجزء المقطوع من سين، زائدا صاد تربيع على باء تربيع يساوي الواحد من شكل المعادلة. الطرف الأيمن عبارة عن مجموع مربعين، الطرف الأيسر موجب واحد، ألف تربيع زائدا باء تربيع، عشان تشوفها أنه سين تربيع على ألف تربيع زائدا صاد تربيع على باء تربيع. سنلاحظ النموذج الثاني ونشوف المعلومات هذه كيف تختلف من النموذج إلى الآخر. في النموذج الثاني لاحظ كيف شكله، التسع الصفات اللي مذكورة سابقا، أول صفة الرأسان، لاحظ صفر وألف صفر وسالب ألف، أصبح الرأسان على محور الصادات، إذن الرأسان صفر وسالب موجب ألف، هذه بالنسبة للرأسين. 2 المعلومة الثانية، البؤرتين أصبحت البؤرتان على محور الصادات، صفر وسالب موجب جيم، البؤرتين صفر وسالب موجب جيم. 3 الدليلين، أو في النموذج السابق كان سين يساوي، الآن أصبح صاد يساوي في الأدلة، صاد يساوي سالب موجب ألف على التخالف. 4 طول المحور الأكبر
من هنا إلى هنا ألف، ومن هنا إلى هنا ألف يعني 2000، يعني المعلومة هذه لن تختلف ما بين النموذجين. طول المحور الأصغر من هنا إلى هنا باء، من هنا إلى هنا باء، يعني طول المحور الأصغر سيكون 2 باء، لن تختلف بين النموذجين. يعني 4 طول المحور الأكبر 2000، طول المحور الأصغر 2 باء، 5 6 البعد البؤري، البعد ما بين البؤرتين 2 جيم، لن يختلف. 6 7 الاختلافات فقط ما بين الأربع المعلومات هذه. الأولة الرأسين صفر سالب موجب ألف، كان في النموذج الأول سالب موجب ألف وصفر. في النموذج الثاني البؤرتين صفر سالب موجب جيم، في النموذج الأول سالب موجب جيم وصفر. في النموذج الأول الأدلة سين تساوي سالب موجب ألف على التخالف. في النموذج الثاني صاد يساوي سالب موجب ألف على التخالف. في النموذج الأول نقاط التقاطع مع محور الصادات صفر وسالب موجب باء. في النموذج هذا نقاط التقاطع مع محور السينات باء أو سالب موجب باء وصفر. هذه المعلومات فقط اللي تختلف، بقية المعلومات طول المحور الأكبر طول المحور الأصغر البعد البؤري نفسها. التخالف قانونه أيش؟ التخالف القانون حقه جيم على ألف في النموذجين، يعني ما يختلفش. لاحظ أنه لو عوضت بالتخالف داخل معادلة الأدلة سيكون صاد يساوي سالب موجب ألف على التخالف الذي هو جيم على ألف بالمقام المقام، يطلع بسط أو يضرب في البسط يساوي سالب موجب ألف في ألف بألف تربيع على جيم. ممكن استخدام هذه المعادلة أو هذا الشكل في إيجاد الأدلة، يعني ممكن أقول أنه يساوي سالب موجب ألف على التخالف أو سالب موجب ألف تربيع على جيم، الاثنين بنفس الآلية، يعني ممكن استخدام هذه وممكن استخدام هذه. بهذا الشكل انتهينا من المعلومات حق القطعة النموذجين القياسيين. لاحظ أنه في النموذج الثاني معادلته ستكون ص تربيع على ألف تربيع زائدا س تربيع على ب تربيع يساوي 1. وبالتالي بماذا تختلف المعادلتين، معادلة القطعة النموذج الأول والنموذج الثاني؟ في النموذج الأول كانت س تربيع على ألف تربيع، النموذج الثاني ص تربيع على ألف تربيع. وهذا نفرق فيها في حالة واحدة، بحالة بطريقة بحاجة واحدة، اللي إذا كانت القيمة الأكبر من خلال المعادلات أفرق بين النموذج الأول والثاني. فإذا كان القيمة الأكبر تحت السين تربيع أو مقاما للسين تربيع فأنت في النموذج الأول، وإذا كانت القيمة الأكبر تحت الص تربيع فأنت في النموذج الثاني. لاحظ أنه دائما القيمة الأكبر هي قيمة ألف تربيع مهما كانت تحت السين تربيع أو تحت الص تربيع. بهذا الحال بهذه النقطة انتهينا من النماذج هذه وشرحها. يوجد معلومة واحدة أيضا تضم النقاط الثلاث، أو قانون يضم النقاط الثلاث، الألف القيمة الثلاث، الألف والباء والجيم. القانون هذا هو ألف تربيع يساوي باء تربيع زائدا جيم تربيع. هذا القانون قانون يضم أو علاقة تربط ما بين الألف والباء والجيم، ثلاث النقاط، الألف اللي لها علاقة بالرأسين، الباء اللي لها علاقة بالمحور الأصغر، والجيم اللي هي لها علاقة بالبؤرتين. في هذه الحالة انتهينا من المعلومات، معلومات القطع لاحظها كم هي صفاتها المدري ايش هذه الأشياء كاملة. ثم سننتقل الآن إلى بعض الملاحظات والتمارين، تمارين القطع الناقص. قبل الدخول في أي تمارين لاحظ، تذكر أنه في القطعة الناقص دائما ألف وباء وجيم قيم موجبة، كما كانت في القطعة المكافئة قيمة ألف قيمة موجبة دائما كونها بعد. هنا نفس الكلام، ألف والباء والجيم قيم موجبة لأنها أطوال. طول المحور الأكبر 2 ألف، طول المحور الأصغر 2 باء، البعد بين البؤرتين أو البعد البؤري 2 جيم، دائما ألف أكبر من باء وألف أكبر من جيم، ألف أكبر الأطوال، أطول أطول شيء، ألف هي أكبر الأطوال. دائما قيمة الطرف الأيسر لمعادلة القطع الناقص موجب كما ذكرنا موجب 1، والطرف الأيمن عبارة عن مجموع مربعين. العلاقة هذه علاقة مهمة تربط ما بين القيم الثلاثة الألف والباء والجيم. البؤرتان سالب موجب جيم وصفر، سالب موجب ألف. شوف لاحظ أنه ممكن تعطى البؤرتين بأسلوب ثاني، ألف في التخالف. وهذا الكلام من أيش ناتج؟ يعني ناتج هذا، مش احنا قلنا التخالف يساوي جيم على ألف بضرب طرفا في وسطين يصبح الجيم يساوي ألف في التخالف. في هذه الحالة نبعد جيم ونطرح بمكانها ألف في التخالف، فممكن استخدام هذه أو ممكن استخدام هذه في حسب الاضطرارية، حسب المسألة اللي عندك.
ايضا يمكن ايجاد احداث البؤرتين بمعرفة قيم الف والتخالف. معاملي سن تربيع وسط تربيع قيم موجبة دائما. معامل سن تربيع وسط تربيع دائما قيم موجبة. لاحظ. وفي مقامهما القيمة الأكبر هي قيمة ألف تربيع كما وضحنا سابقا. محور السينات محور تماثل أو تناظر للقطع، وكذلك محور الصادات محور تماثل أو تناظر للقطع، لكن يختلف فقط محور القطع. لاحظ، محور القطع يختلف عن محور تماثل القطع أو محور تناظر القطع. فالمعطى المفترض الطالب يفرق بين هذه المعطيات، محور القطع، محور التناظر أو محور التماثل. محور القطع المحور الذي يمتد القطع عليه، محور التناظر أو محور التماثل هو محاور السينات والصادات في النموذجين السينات والصادات ونقطة الأصل. فهنا الملاحظة تقول أنه محور السينات محور التماثل، كذلك محور الصادات هو محور تماثل أو تناظر. والسبب إذا استبدلنا كل سين بسالب سين وكل صاد بسالب صاد في المعادلة القياسية القطع فإن المعادلة لا تتغير. القطع الناقص متماثل أو متناظر أيضا حول نقطة الأصل صفر وصفر، أي متماثل حول مركزه. تأثير التخالف المركزي على القطع الناقص، وهنا مهم تركز معنا. نعلم أن التخالف المركزي تخالف يساوي جيم على ألف، وعليه فإن إذا كان التخالف يساوي صفر إيش الذي سيحصل في هذه المعادلة؟ لاحظ، الجيم على ألف معناها تساوي صفر، تضرب طرفين في وسطين الجيم يساوي صفر. وحيث أن ألف تربيع يساوي القانون الذي كنا يربط بين ألف وباء وجيم، سيكون ألف تربيع يساوي باء تربيع زائد جيم تربيع، الجيم بصفر عوض يصبح ألف تربيع يساوي باء تربيع، خذ الجذر التربيعي للطرفين يصبح ألف يساوي باء. هذا يعني أن القطع الناقص عندما قيمة ألف تساوي باء، القطع الناقص يتحول إلى دائرة نصف قطرها ناقص يساوي ألف أو باء، لأنه القيمتين متساويتين، ويكون موقع البؤرتين في مركز الدائرة. ليش؟ لأن جيم يساوي صفر قيمة البؤرة اللي الجيم لها اللي لها علاقة بالبؤرة، وتصبح المعادلة بالشكل معادلة الشكل العام للمعادلة يصبح بهذه الصورة، سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي ألف تربيع. هذه معادلة دائرة نصف قطرها ألف. لذا نعتبر تعتبر الدائرة حالة خاصة من القطع الناقص. وهنا معلومة، الدائرة حالة خاصة من القطع الناقص تخالفها المركزي قيمته يساوي صفر. لاحظ، أقل من الواحد، لأنه التخالف المركزي للقطع الناقص دائما قيمته أقل من الواحد. تمارين القطع الناقص بهذه الآلية، لاحظها في هذه الحالة تمارين تكون القطع الناقص عادة بهذا الشكل. في الجزئية الأولى القطع في وضع قياسي، القطع في وضع قياسي. المطلوب في هذه الحالة ناخذ تحصلها تفرعين، توجد تفرعين، المطلوب صفات القطع والمعادلة معطى، المطلوب معادلة القطع والصفات معطى. النموذج الثاني الوضع في القطع في وضعية غير قياسية، والنوع الثالث اللي تحديد موقع نقطة بالنسبة للقطع. تحديد موقع نقطة نفس الكلام في القطعة المكافئة، اللي هو النقطة هذه تقع خارج القطعة داخل القطعة على القطعة. بهذا سيكون هو المقدمة حلقتنا القادمة وتسجيلنا القادم تمارين القطع الناقص إن شاء الله.